والآن نتحول مشاهدينا الكرام إلى محافظة الأقصر، حيث افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد أعمال إعادة الإعمار لقرية نجع القصور وقرية نجع سدنة التي نفذتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذا لتوجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير القرى الأشد احتياجا تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة. المزيد والزميل محمد محروس. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية قرية نجع القصور بمركز أطود جنوب محافظة الأقصر بعد إعادة إعمارها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة. إعادة إعمار قرية نجع القصور تتضمنت إعادة بناء 25 منزل، هذه المنازل كانت يعني متهالكة وتعيش فيها عدد من الأسر في قرية نجع القصور. تم تزويد هذه المنازل، كل منزل مزود بغرفة نوم وغرفة أطفال وغرفة أنتريه، بالإضافة لتجهيز المطبخ بالأجهزة الكهربائية، ثلاجة وبوتاجاز وغسالة، وأيضا تجهيز الحمام بكل ما يحتاجه. في إطار أيضا إعادة إعمار قرية نجع القصور تم تسليم 25 مركب لأهالي القرية الذين يعملون في مجال الصيد في إطار تحقيق هدف التمكين الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة في قرية نجع القصور. أيضا تم تنظيم قافلة طبية قدمت خدماتها الطبية لأهالي القرية تحت شعار أولادنا في عينينا. تم تنظيم قافلة طبية أيضا في مدرسة القرية الابتدائية، مدرسة قرية نجع القصور الابتدائية، وأيضا تم توزيع عدد من المواد الغذائية على المواطنين يعني الأكثر احتياجا في القرية. ليست هذه القرية الأولى التي يتم إعادة إعمارها في محافظة الأقصر، هناك عدد من القرى على سبيل المثال قرية الفارسية بمركز إسنا جنوب الأقصر تم افتتاحها قبل عدة شهور بعد إعادة إعمارها وبناء عدد من المنازل المتهلكة أيضا. يمكن لمسنا خلال يعني جولتنا داخل هذه القرية حجم الفرحة والسعادة من قبل الأهالي الذين حصلوا على هذه المنازل التي تم إعادة يعني تأهيلها، وأيضا المواطنين الذين يعملون في مجال الصيد والذين حصلوا على 25 مركب صيد مجهزة بأدوات الصيد وأيضا بموتور للإبحار في نهر النيل. كانت هذه الصورة من قرية نجع القصور بمركز طود جنوب محافظة الأقصر والتي تم إعادة تطويرها من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، والآن عودة إلى الاستوديو.